السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زويده. اليوم غندير لكم الرز الدجاج بطريقه شرقيه، واحد الطريقه زوينه وسهله وخفيفه وكتجي رائعه. باش غنبداو، بسم الله على بركه الله، غنبداو نقليو البصله ديالنا. دونك غندير الزيت، غندير شويه ديال الزيت الروميه العاديه وشويه ديال الزيت البلديه. زيت الزيتون، عندي هنا راس ديال البصله كبير، ما كانش راس البصله كبير غنديرو جوج. المهم هذا باش غنقليوها مزيان حتى تحمر مزيان. الزيت سخن، دابا غادي ندير فيه البصله حتى كتحمر، غنخليها تقلى مزيان حتى كتولي مقرمله. وكاين شي ملاحظه، الناس ديال الشرق ديال هذا يقولوها لي، انا مستعده ملاحظات ديالكم. دونك غنخلي البصله ديالي غتحمر حتى تولي حمراء ومقرمله، عاد غادي نقص منها. ها هي البصله ديالنا تحمرات، دابا غنحيدها. هكا هي، واخا تبقى داك شويه معليش، غنقص داك الزيت وغندير غير الزيت الكافي على ود الرز. هاديك البصيله هكا، غنقص من هاد الزيت لان الزيت بزاف باش غنقلي فيه الرز. غادي نخلي فيه تقريبا غير واحد جوج معالق كبار هاديك الزيت ديال البصله. فوالا، بسم الله. غندير الرز، عندي هنايا زلافه ديال الرز، وهنا نص زلافه ديال داك الشعريه الرخيه اللي وقع هنا. غادي هكا، وغندير دابا التوابل. عندي هنايا ورق سيدنا موسى وحيده، وحده غنخليها للدجاج هكا. عندي هنايا فلفل اسود ولا اللي بزار حبو. عندي هنا القرنفل واحد ثلاثة ولا أربعة. عندي هنايا الزعفران الحر، شعرة شي شوية، واحد جوج شعرات هكا. عندي هنا، لا هادي نتوما خليها تاع هذا. عندي واحد المغيزة شي شوية ديال راس الحانوت، شي شوية النسمة ديال راس الحانوت، الملحة طبعا على حسب الذوق. هادي الملحان من السما، المعلومة اللي كنت درت. وعندي الحامض المصير، غير نسيس ديال الحامض المصير هاكا، ديرو بكلشي ديالو. هاهو إيوا، وغادي نحرك طبعا بالمعلقة ديال الخشبة. هاهو كنبقى نقلي هادشي ديالي حتى كيتحمر الرز مع الشعير مع داك التوابل اللي درت، فكيعطيهم نسمه زوينه زوينه بزاف. وكنخلي هذا الرز ديالي يتقلى مزيان، ونبدا نصب الدجاج ديالي، نخليه يتقلى ونصب الدجاج ديالي، عاد نزيد فيه الماء. دابا غنبداو الدجاج ديالنا، نحمرو الدجاج ديالنا. دونك غندير الزيت ديال البصله اللي كان عندي واحد شويه، وغندير الدجاج ديالي. انا واخده هكا جنيحات كيعجبوني، دونك دايره الجنيحات ورخاصين وفي متناول الجميع وكيجيو زوينين. دونك هادو دونك هكا. دونك عندي هنا ربطه المعدنوس، عندها هنايا اكلي الجبل ولا ازير ولا الغمغه دايرها. عندي هنايا الحامضه المصيره اللي بقات ليا، دونك درت النص ونص بقى هكا. عندي هنا ورقه ديال سيدنا موسى، وعندي هنا شويه ديال القرنفل اللي بقى ليا، واحد ثلاثه ديال الحبات. عندي هنايا ثلاثه دروس ديال الثومه هكا صحاح. عندي الملحه، عندي شويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود،
ونخرقهم. انا نخرقهم كنديرو لان صحي ومزيان. الشرقيين ما كيديروش بزاف ولكن انا غنديرو دوك هكا. وعندي طبعا الزعفران الحر ولا الزعفران شعر دوك هكا. وغادي نقلي هاد الدجاج ديالي مزيان ونخليه يتقلى مزيان في هاد العشوب هادو وهاد العطريه هادي. هنا غيطيب بلا ما بلا والو هكا غيطيب غيطيب غير في هاد العشوب هادو وشويه ديال الزويته ديال البصله وصلات عندنا. غادي نسد عليه غادي غير نغطيه ونخليه يطيب هكايا. نشوف الرز ديالي الرز ديالي ها هو تحمر ولا محمر. دابا غنزيد فيه الماء تقريبا القياس اللي درت ديال الرز الشعريه الدوبل ديالي وغنغطيه وغنخليه يطيب على خاطر خاطر فوالا هكا غنخليه يطيب. ايوا الدجاج ديالي هو كيطيب والرز ها هو غنخليه يطيب. علي نزدت فيه شويه ديال الماء باش نسقي به داك الرز هذا. هو تقريبا طاب خصو غير يتشحر شي شويه وهاد الدجاج ديالي موجود باش نسقي الرز ديالي. ها هو شتو كيطاب جا حبه على حبه هانتوما هاني. دونك غادي نسقي الدجاج فوق منه بالمريقه ديالو. هو طاب شتي مبقاش فيها وتشحر مزيان مبقاش فيه كاع نهائيا تقريبا المرقه بقات غير شي شويه. دوك غندير الدجاج ديالي فوق الرز فوق الرز بحال هكايا هكا. غادي شي شويه ديال الورقه نسقيها بشي شويه ديال المرقه غير شي شويه ديال المرقه غير شويه هكا غير شي شويه غير نسمع باش يعطي داك النسيمه ديال الدجاج فوق الرز عرفتي. وغنديرو البصيله ديالنا اللي حمرناها بحال هكايا ندردرو البصيله ديالنا بحال هكا. نحط طبق ديال الدجاج الرز ديال الدجاج هانتوما كيجا. وبالصحه والراحه مع خالتي زبيده.